علم وجهه علم الله نويت تعلما والتعليما والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور في كتابه بقية المرشدين رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة النفل. فائدة: النفل وسنة والحسن والتطوع والمرغب فيه والمستحب والمندوب، والأولى ما رجح الشارع فعله على تركه مع جوازه فكلها مترادفة خلافا للقاضي، وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة انتهى تخفى، وقد يفضله المندوب في صور نظمها بعدهم فقال: الفرض أفضل من نفل وإن كثر، فيما عدا أربعا خذها حكى الدرر: بدء السلام آذان مع طهارتها مع طهارتنا قبيل وقت، وإبراء لمن عسر انتهى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور في كتابه بقية المسترشدين: باب صلاة النفل. قال: فائدة: النفل والسنة والحسن والتطوع والمرغب فيه والمستحب والمندوب، والأولى ما رجح الشرع فعله على تركه مع جوازه فكلها هذه الألفاظ مترادفة. هذا هو عند الجمهور، أن السنة مرادفة للتطوع ومرادفة للحسن ومرادفة للمستحب والمندوب والمرغب فيه، هذه كلها الستة الألفاظ مترادفة، أي بمعنى. قال: خلافاً للقاضي ومن تبعه. القاضي حسين خالف في هذه المسألة وقال أن التطوع ما لم يرد فيه نقل، يقول هذا تطوع. أنت الآن بتتطوع بمئة ركعة، بألف ركعة، كما كان لسيدنا علي زين العابدين كل ليلة ألف ركعة، سيدنا الفقيه المقدم كل ليلة ألف ركعة، سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني كل ليلة ألف ركعة. هذا ما ينشئ الإنسان من تقربات أوراد في من صلاة أو تلاوة أو نحو ذلك، هذا الذي ينشئه الإنسان من قبل نفسه يقال له تطوع على رأي القاضي. أما على القول الأول الذي هو قول الأكثر، أن هذه الألفاظ كلها مترادفة الستة، والسنة هي المستحب على قول القاضي ومن تبعه، أن السنة ما وضب عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سنة يقال له سنة، فيكون على هذا اصطلاح ما وضب عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال هذا سنة. والمستحب عرفنا عند الجمهور أنه مرادف للسنة والمندوب والتطوع، لكن على رأي القاضي ومن تبعه من العلماء هو ما فعله أحياناً وتركه أحياناً، هذا يقال له مستحب. هذه إنما هي مراتب، لكن من حيث المعنى كلها زائدة على الفرض. المستحب والتطوع كل ذلك ما زاد على الفرض،
لهذا قال ذلك الصحابي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما علمه الفرائض، قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال له: إلا لا، مع هذه ماشي عليه غير، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. إذن ما زاد على الفرائض فهو داخل في التطوع، ويشمل المستحب والمندوب والسنة والمرغب فيه والحسن، كل ذلك داخل تحت التطوع. فلهذا كان عند الأكثر أن هذه كلها مترادفة. لا شك أن بعض المندوبات آكد من بعضها البعض، ها؟ هذه سنة وهذه سنة آكد من هذه السنة، ها؟ فمثال الوتر والتراويح، التراويح سنة والوتر سنة، الوتر آكد والوتر آكد من القبلية والبعدية، صلاة العيد سنة وصلاة الخسوف سنة، فصلاة العيد آكد هكذا. المندوبات بعضها آكد من بعض، نعم. إنما الخلاف من حيث قال هذا الجمهور وهذا القاضي، إنما الخلاف من حيث الاسم فقط. لا شك أن من ما واظب عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو في المرتبة الأولى، ثم ما فعله تارة وتركه تارة أخرى. لهذا قلنا هناك الرواتب تنقسم إلى قسمين، مؤكدة وغير مؤكدة. المؤكدة لم يتركها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، وغير المؤكدة هي ما قد فعلها أحياناً وتركها في بعض الأحايين. والفرض أفضل من النفل، لكن قد يفضل النفل الفرض في مسائل جمعت في هذين البيتين في قوله: الفرض أفضل من نفل وإن كثر. لا شك في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ما تعبد الله بشيء أفضل مفترى في الحديث القدسي، أنه ما تعبد الله بشيء أفضل مما افترضته عليه. ما تعبد الله عبد بأفضل من عبادة بما افترضه الله عليه. ثم قال: إذا طلب المحبوب بي عند الله ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي فما زاد على الفرائض، حتى أحبه، حينئذٍ ينال العبد المحبوبية عند الله سبحانه وتعالى بالتقرب بالنوافل. نظم هذين البيتين بعض العلماء وأنه أي المندوب قد يفضل الفرض في مواضع. قال: الفرض أفضل من نفل وإن كثر. لا شك أن الفرائض أفضل من النوافل وإن كثر النفل، لا شك. أنت لو صليت 1000 ركعة ولا صليت العشاء ماشي، ما أديت الواجب أنت. كالذي لبس العمامة وترك سوءته مكشوفة، هل هذا يدخل في العقلاء أو في المجانين؟ يصلح العمامة والعورة مكشوفة، ما يتأتى. إذن أدي الواجب أول. إذن الفرض أفضل من نفل وإن كثر.
أي وإن كثر النفل. فيما عدا أربعا خذها حكت دررا، درر جمع درة وهي الجوهرة النفيسة، في أربع مسائل: بدء السلام، والسلام عليكم سنة عندما أن تسلم على من عرفته وعلى من لم تعرف كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن يكون آخر الزمان لا يسلم أحد إلا على من لا يعرف كما هو الحال اليوم، وهذا مخالف لتعاليم الإسلام. سلم على كل مسلم عرفته أو لم تعرفه، السنة. بدء السلام سنة، لكن رد السلام واجب. السلام عليكم ورحمة الله هذا سنة، والرد واجب. فلو لم يرد، ما لو لم يرد يرد السلام أثم، حرام. مع أن الرد واجب، لكن بدء السلام سنة وهو أفضل من الرد، لأن الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. لأن الذي يبدأ بالسلام هذا في براءة من الكبر، فلهذا كان البدء وإن كان سنة أفضل من رد السلام وإن كان واجب. مع طهارتنا قبيل وقت الوضوء للصلاة والطهارة للصلاة فرض بعد دخول الوقت، وسنة قبل دخول الوقت، تتوضأ وتتطهر قبل الأذان، هذا سنة، قبل أن يطلع الفجر يذن الفجر وأنت متطهر، يذن الظهر وأنت متطهر، هذا سنة أن تتطهر قبل دخول الوقت. وأما بعد دخول الوقت فإن الطهارة واجبة لأنه قد دخل وقت الفريضة. مع طهارتنا قبيل وقت وإبراء لمن عسر، وإبراء، إبراء سنة، إنسان عليه دين ولا عنده ما يؤدي به الدين، صار معسرا مسكين ما عنده شيء، معسر. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ومن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إذن إنظار المعسر واجب، حرام عليك تطالب إنسان بالدين وتعلم أنه معسر، حرام. إذن الإنظار واجب، لكن لما تجي لمن عليه الدين يقول: سامحتك في الدين الذي عليك، هذا سنة، والسنة أفضل في هذه المسألة، أفضل من الواجب. فالمسامحة والإبراء من الدين أفضل من الإنظار في الدين، أي الإمهال، تمهله تعطي مدة شهر شهرين سنة في الدين، فإبراؤه أفضل، أفضل من إنظاره. بدء السلام أذان، أذان، أذان سنة. والإمامة فرض كفاية، ما الأفضل الأذان أو الإمامة؟ الأذان أفضل وهو سنة، وإن كانت الإمامة فرض كفاية فالأذان أفضل، هذه مسألة. كذلك الأذان سنة، أنت محتسب أذان، أنت محتسب لله، أي غير مؤذن راتب، أي لسه تستلم أجرة على الأذان لله، إذن أنت مندوب لك الأذان، صح؟ أما إنسان هذا مستأجر على الأذان، مستأجر له مرتب على الأذان، هذا واجب عليه. إيش أفضل، الأذان للمحتسب
الذي هو سنة أو للمرتب بمرتب مستأجر الذي هو عليه واجب يؤدي ما عليه من الأجرة. المحتسب أفضل، المؤذن المحتسب الذي يؤذن لله لا يحصل مقابل أفضل، وإن كان هذا واجب عليه أن يؤدي ما أدى عليه. وكذلك الأذان والإمامة، فالأذان أفضل وإن كان سنة والإمامة فرض كفاية. نعم. وإبراء ليوم عاشوراء كما قلنا هذا سنة، الإبراء والإنظار واجب. نعم. هذه ذكرها المصنف أربع مسائل من مستثنى من قاعدة أن الفرض أفضل من النفل إلا في هذه الأربعة المسائل، وهي بدء السلام والأذان والطهارة قبل دخول الوقت وإبراء المعسر أفضل من إنظاره. نعم. طيب تم. مسألة: من صحى إحرامه بالفرض صحى تنفله إلا فاقد الطهورين والعاري وذا نجاسة تعذرت إزالتها فلا يصح تنفلهم انتهى من الأشبه والنظائر للسيوطي. نعم. ذكر مسألة الحبيب عبد الرحمن مشهور في البغية الزائد على الفتاوى الأربع، وهي من صحى إحرامه بالفرض صح تنفله. قاعدة: كل من صح إحرامه بالفرض صح نفله إلا فاقد الطهورين. فاقد الطهورين لم يجد ماء فيتوضأ ولم يجد ترابا فيتيمم، يصلي الفرض وحده بس وعليه الإعادة، فيصلي النافلة. فاقد الطهورين لا، ليس له أن يصلي النافلة، صلى الفرض وحده وأعاد وعليه الإعادة واجبة، وصلى الفرض لحرمة الوقت، الفرض وحده وأعاد. المسألة الثانية: والعاري الذي ما وجد ثوبا طاهرا يصلي فيه أو ما لم يجد ثوبا أصلا يصلي ولو عاريا ولا تجب عليه الإعادة، وذا نجاسة تعذرت إزالتها، ومن فيه نجاسة يتعذر إزالتها منه، هؤلاء لا تصح أو لا يصح تنفلهم، كما ذكره الإمام السيوطي في كتابه المعروف بالأشباه والنظائر. تم. مسألة: أحرم بالوتر ولم يذكر عددا، اقتصر على ما شاء من واحدة إلى 11 وترا قاله ابن هجر، وأبو قشير قال وكياسه الضحى، وقال الرملي يقتصر على ثلاث، ولو نظر الوتر لزمه ثلاث لأنه أقال الجمع انتهى الشبر ملسي، ولو أوتر بثلاث ثم أراد التكميل جازا، قاله البكري وابن حجر والعمودي. وقال الرملي لا يجوز، وتسن الجماعة في وتر رمضان مطلقا وإن لم تصل التراوي خلافا للغرار. وعفت الريمي وابن ظهيرة أن من فاته الوتر في نصف رمضان الأخير فقضاه في غيره أنه يكنت فيه، وفي شرح البهجة ما يقتدي خلافه. نعم. هذه مسألة أيضا في البغي الزائد على الفتاوى الأربع ذكرها الحبيب عبد الرحمن المشهور. قال: مسألة أحرم بالوتر ولم يذكر عددا، اقتصر على ما شاء من واحدة إلى 11 ركعة وترا، قاله الشيخ بن حجر وأبو قشير،
كذلك مثله قال شيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني وافق الشيخ بن حجر في هذه المسألة. لا قال أصلي الوتر الله أكبر بس، ولم يذكر عدد، قال أصلي ثلاث، ولا قال أصلي أحد عشر، ولا قال أصلي سبع، قال أصلي الوتر الله لله تعالى الله أكبر، ولم يعين عددا. عند الشيخ بن حجر له أن يصلي ما شاء، يصلي ركعة ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشر، له قال من واحدة إلى إحدى عشر. ومثله كلام الشيخ بن حجر كلام شيخ الإسلام زكريا، ومثل كلام الشيخ الإسلام زكريا الخطيب الشربيني، كذلك أبو قشير صاحب كتاب القلائد المؤلف والعالم اليمني الحضرمي قال وقياسه الضحى كذلك. قال أبو بشير في القلائد وقياسه في الضحى، قال يصلي الضحى الله أكبر، فله أن يصلي اثنتين، قال أبو بشير وله أن يصلي أربعا، وله أن يصلي ستا، وله أن يصلي ثمانية. وقال الإمام الرملي إذا نوى الوتر ولم يعين عددا وقال أصلي الوتر الله أكبر، قال يقتصر على ثلاث لأنها أدنى الكمال، ألا فلا يجوز أن يزيد على الثلاث ولا أن ينقص، يتعين على الثلاث متى؟ إذا نوى الوتر وأطلق ولم يعين عددا. عند الشيخ بن حجر ما شاء من ركعة أو ثلاث أو تسعة أو إحدى عشر، وعند الرملي يتعين أدنى الكمال وهي ثلاث ركعات. نعم. ولو نذر الوتر قال لله علي أن أصلي الوتر، ولم يقل واحدة ركعة ولا ثلاث ولا إحدى عشر، نذر الوتر قال لزمه ثلاث. لماذا؟ لأنه أقل الجمع. انتهى من حاشية الشيخ علي الشبرملسي. قال ولو أوتر بثلاث، الآن أنت صليت العشاء صليت البعدية وصليت الوتر ثلاث كما هو الأفضل لمن له يم يتيقن بقيام الليل، واحد قال يمكن أقوم قبل الفجر يمكن أقوم بعد، يقول لا الأفضل أن توتر قبل أن تنام، الأفضل لك أن توتر قبل أن تنام، هذا هو الأفضل. إنما إذا تيقنت الاستيقاظ قبل الفجر فالوتر تأخيره أفضل آخر الليل، لكن إن تيقنت الاستيقاظ، أما إن شككت أو ظننت لا، الأفضل أن توتر قبل أن تنام كما كان يفعل سيدنا أبو بكر الصديق يأخذ بالحزم، وسيدنا عثمان كذلك، وأما سيدنا عمر وسيدنا علي كان يأخذ بالعزم وكان يوتر آخر الليل وكلهم على خير. طيب الآن صليت العشاء وصليت البعدية وصليت الوتر ثلاثا، ثم بعد ذلك استيقظت آخر الليل فأردت أن تكمل الوتر، كم أكثر الوتر؟ قلنا 11، أنا صليت ثلاث بس أنا أريد أن أكمل، هل يجوز له أن يكمل الباقي فأصلي تمام 11؟ أكثر الوتر كم؟ 11 ركعة، أنا قد صليت أول ليل ثلاث ركعات الآن بأكمل الوتر بأصلي ثمان من الوتر، ما هي وتر، ثمان من الوتر، أما الوتر لا ما يكرر مرتين، ما في مرتين وترين بالليل في ليلة واحدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، ما هي صح ما يجوز أن توتر مرتين، لكن أنت صليت ثلاث أول الليل
ثم أردت أن تصلي بقية الوتر أي تكمل الوتر 11، باقي كم من 11؟ باقي 8، أو بتصلي 4 فتكمل 7، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، لأنه ما في إعادة وتر، إنما هو الثمان ليست وتر، إنما هي من الوتر. يمكن أن تنوي بها وتر مع قيام الليل أو مع التهجد أو مع سنة الوضوء أو مع قضاء الحاجة أو مع سنة التوبة، كل ذلك جائز. أو تصليها 4 ركعات من الوتر ومن سنة الصلاة البتة، فإن من صلاها غفر الله له ذنوبه البتة. يصلي 4 ركعات في آخر الليل، يمكن أن يدرجها مع الوتر ويمكن أن يصليها نفل مطلق لله تعالى، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة آية الكرسي والإخلاص 11 مرة والفلق والناس. هذا يجوز له التكميل، ذكرها الشيخ بن حجر في فتاويه، وذكرها الإمام البكري في فتاويه كذلك، والعمودي. وقال الإمام الرملي في فتاويه لا يجوز. الرملي قال لا، كيف هذا؟ بيكون وتران في ليلة، وقد ثبت النهي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتران في ليلة، فردوا على الإمام قالوا أنه ليس وتر هذا، إنما هو من الوتر، وال3 ركعات ما عبا يعيدها، لا، وبيصلي كمال 11، باقي 8 بيكمل 8، فهي من الوتر وليست هي وتر. نعم. وتسن الجماعة في وتر رمضان مطلقا. تقدم معهم أن الوتر لا تسن فيها الجماعة إلا وتر رمضان تسن فيها الجماعة مطلقا، وإن لم تصل التراويح سواء صليت التراويح أو ما صليت التراويح، وتر رمضان يسن فيها الجماعة. وقيل لا إلا تبع للتراويح، لا، المعتمد سواء صليت التراويح أو ما صليت التراويح، حتى لو صليت رمضان العشاء ثم صليت البعدية وأردت أن تصلي مع الجماعة الوتر جماعة، يصح ذلك؟ سواء صليت التراويح أو لم تصلي التراويح، خلافا للغرر. نعم. في بعض العلماء يقول لا، وتر رمضان لا تسن فيه الجماعة إلا أن صليت التراويح، إذا ما صليت التراويح ما تسن الجماعة في الوتر. لهذا قال الشيخ، قال وإن لم تصل التراويح، وتر رمضان سن فيه الجماعة سواء صليت التراويح أو لم تصل التراويح. نعم. وأفتى الريمي وابن ظهيرة أن من فاته الوتر في نصف رمضان الأخير فقضى في غيره، فقضى في غيره أنه يقنت فيه، فاته وتر النصف الأخير من رمضان يوم أو يومين أو 10 أيام ما صلى فيها الوتر في النصف الأخير من رمضان، ثم الآن أراد أن يقضيه في شوال أو في محرم أن يقضي ذلك الوتر الذي سنة، كلما تذكرت شيء من السنن الذي فاتتك، السنن المؤقتة سنة لك أن تقضيها، حتى صلاة العيد تذكرت اليوم أنا أن ما صليت العيد الماضي نمت، سنة لي أن أقضيها الآن في صباحا أو مساء،
في ليل أو نهار سنة لي هكذا. فاته وتر في رمضان في نصف الأخير، ومعلوم أن نصف الأخير من رمضان القنوت فيه بعض من بعض الصلاة، صح؟ نعم، يسن فيه القنوت. فإذا قضاه قال أنه يقنت فيه، هكذا يقول الريمي وابن ظهيرة. نعم، يقنت أن يأتي بالقنوت المعروف في صلاة الفجر. نعم، فمفهوم العبارة أنه لو قضى وتر غير النصف الأخير من رمضان أنه لا يقنت. هذا هو المقرر عند الفقهاء، أنه القنوت في الوتر إنما هو في النصف الأخير من رمضان، ويكون بعضاً من أبعاد الصلاة، أي من ليلة السادس عشر من رمضان. فإذا ما قنت سنة لك سجود السهو، أو لم يقنت إمامك سنة لك أن تقنت أنت وتعجل، وسن لك سجود السهو لأن إمامك لم يقنت. نعم، هذا هو المقرر. والذي عليه عمل السلف الصالح أنهم يقنتون في وتر جميع السنة، يقنتون في وتر جميع السنة، إلا إنه يكون مندوبا عندهم في ما عدا النصف الأخير، وفي النصف الأخير يكون بعضاً من أبعاد الصلاة. وعليه عمل السلف الصالح، إذ أن هذا القنوت علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا الحسن سيد شباب أهل الجنة، صبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمه إياه في القنوت في الوتر، علمه إياه في قنوت الوتر. فلهذا كان عليه عمل السلف الصالح أنهم يقنتون في وتر سائر السنة، ليس في النصف الأخير فقط في رمضان، بل وفي غيرها من الليالي في سائر السنة. نعم، وهناك قنوت آخر يندب وهو قنوت النازلة. قنوت النازلة بحسب النوازل، إذا كان النازل طاعون يدعون برفع الطاعون، فيروس يدعون برفع الفيروس، قحط، بلاء، حرب، فتنة، يدعون الله في كل الفريضة وفي كل النوافل في الركعة الأخيرة من كل فريضة أو نافلة سنة، خصوصاً في خطبة الجمعة، خصوصاً في صلاة الجمعة في الركعة الأخيرة، خصوصاً في كل اجتماعات المسلمين، ليس هي خاصة بصلاة العصر أو العشاء، لا، بل في سائر الفرائض كلما نزلت نازلة بالمسلمين سنة قنوت النازلة. يكون هذا بحسب النوازل، ما يكون قنوت ثابت، اليوم نازلة كذا نازلة كذا، فيتعرض لتلك النازلة في قنوت النازلة. وعند بعض العلماء أنه يأتي بالقنوت اللهم اهدنا فيمن هديت قبل قنوت النازلة ثم يأتي بقنوت النازلة، هكذا كلما أراد أن يقنت للنازلة يأتي بقنوت اللهم اهدنا فيمن هديت. فلهذا يسن قنوت النازلة حتى في صلاة الفجر بعد أن تأتي اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر القنوت، وقبل أن تأتي بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأتي بقنوت النازلة. فقنوت النازلة سنة، سواء كانت النازلة أي البلية أو المصيبة التي نزلت بالمسلمين في بلادك أو في غير بلادك، لأن المسلمين شيء واحد، كلما آذى
مسلم آذى سائر المسلمين. الشيء الذي يؤذي أخوانك المسلمين في أي بلاد يؤذي المسلم في أي بلاد، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأخوة الإسلامية التي يدعو لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا ندب لنا قنوت النازلة. إذا كان في بلاد هناك يتحاربون حرب في بلاد، نقول لهم قنوت النازلة، ونحن ما عندنا حرب في بلاد، وباء طاعون عندنا، ماشي عندنا وباء طاعون، سنة لنا أن نقنوت النازلة لإخوان المسلمين في تلك البلد البعيدة، لأن كل ما يصيب إخوانك المسلمين يصيبك. فالمؤمن هو الذي يهتم بأمر المسلمين بالدعاء لهم وبتعجيل الفرج لهم، والمنافق هو الذي يفرح كلما نزلت بالمسلمين مصيبة أو حرب أو بلية أو مرض أو فتنة، هذا منافق والعياذ بالله. أما المؤمن لا، كل ما يسيء للمسلمين يستأله. فلهذا المسلم الحق هو الذي يجتهد بالدعاء لإخوانه المسلمين في ظهر الغيب، في الصلاة وفي غيرها، خصوصا في أوقات الإجابة. فينبغي لنا أن نواظب على هذا قنوت النازلة، خصوصا في المعاهد التي هي أسست لتعليم شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نأتي بقنوت النازلة. نعم على عمل السلف الصالح يقنتون في صلاة العصر وفي صلاة العشاء، لكن ليس ذلك خاصا، بل السنة للنازلة قنوت في سائر الصلوات. فلهذا قال الشيخ ابن حجر لا يضر تطويل اعتدال الركعة الأخيرة من كل صلاة. لماذا؟ لأنه محل التطويل في الجملة، لأنه محل قنوت النازلة. قال الشيخ ابن حجر لا يضر تطويل اعتدال الركعة الأخيرة من كل صلاة وإن لم يقنت. لماذا؟ لأنه محل للقنوت في الجملة. فينبغي أن نعمل بهذا. فإذا قنت الإمام نؤمن على قنوته، ما يقول الله اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء وارفع عنا الطاعون، هؤلاء ساكتين. الإمام يدعو، يعني تقول آمين، الدعاء يقول آمين، إذا سمعت الدعاء تقول آمين، سنة في الصلاة وفي غير الصلاة. ولكن الإمام يدعو للنازلة، هؤلاء ساكتين، كأن الدعاء ما يهمهم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الجهل. والسنة في قنوت الصبح اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. لا عاد تزيد شيء، وقنا برحمتك، لا عاد تزيد من رأسك أنت شيء، هات الوارد فقط، الخير كله في الوارد عن النبي، وقنا برحمتك وفضلك وكرمك شر ما قضيت، لا تزيد شيء. لا، بعدين في وقت ثاني بعد الصلاة زد الدعاء ساعتين لا بأس، لكن الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تغيره، وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. ترفع صوتك أيها الإمام، ما هو تسر بصوتك كبعض الأئمة، إذا وصل فإنك تقضي سكت ساكت. إيش تقول أنت يا أخي؟ ارفع صوتك، فإن رفعت صوتك فللمأموم أن يشاركك كذلك، فيقول فإنك تقضي، يشارك أو يقول حقا أو صدقا أو نحو ذلك. ارفع صوتك أيها الإمام، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، إلى آخر القنوت. ثم إذا أردت للقنوت النازلة بعد قنوت الفجر قبل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأتي بقنوت النازلة، فتأتي بقنوت النازلة بعد الصلاة على النبي محمد
صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تأتي بالصلاة على النبي، تأتي بقنوت النازلة ثم تختم القنوت كله، أي قنوت النازلة، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قنوت النازلة سنة في كل صلاة، حتى في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر سنة بعد قنوت الفجر، وقبل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأتي بقنوت النازلة. هذه هذا القنوت سنة، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الافتتان وكثرت فيه البليات وكثرت فيه المصائب النازلة بالمسلمين، فينبغي لنا أن نأتي به وأن نعلم غيرنا من أئمة المساجد أو من يقوم بإمامة في معهد أو مسجد أو غير ذلك، ليأتي بقنوت النازلة. الله يرفع ما نزل بالمسلمين ويرفع أثنينه عنهم البليات والأذيات والطاعون، ويجعلنا وإياكم في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئة، ويصلحنا ويصلح بنا ويصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، ولا يهلكنا ويهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين، وينصرنا وينصر بنا وينصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، ولا يرينا في وجه مؤمن ذلة، ويعز الإسلام والمسلمين، ويوفقنا لما فيه رضاه ولما فيه طاعته، ويوفقنا لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، إنه على ما يشاء قدير بالجبهة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.